بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن معدات مزارع الدواجن، إن شاء الله أكلمكم النهاردة عن شفاط اتحاد أوروبي متر في متر دفع مركزي. ياريت قبل ما نبدأ حضراتكم الفيديو تشتركوا معنا في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل متابعة على الفيسبوك باسم عبد الرحمن مستلزمات المزارع. الفيديو مع حضراتكم ده كده مراجعة للشفاط المتر في متر اتحاد أوروبي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده العرض فرق معانا. طبعا كان الاول عرض المتر في متر اللي هو الصيني الهامر بيكون 40 سنتي، هنا العرض بيزيد عنه 5 سنتي، ده بيكون 45 سنتي. تمام، ده كده اول فرق. تاني فرق ما بين التاني ان كان في الهامر الصيني بيكون شكل الطنبوره كده، تمام، وده شكل اللي هو الاتحاد الاوروبي الدفع المركزي. طبعا بيكون نفس الموتور اللي راكب على شفاط المتر في متر الهامر نفسه هو واحد حصان 220 اللي راكب هنا. لما نيجي نبص عليه من بره كده فبيكون مزود بشطر خارجي، تمام، بيكون 6 شطر خارجي. تمام، ده كده شكل الشفاط. طبعا نظامه بيكون نظام ميكانيزم مختلف في فتح الشطر. الاول كان بيعتمد على دفع الهواء في فتح الشطر، انما بيكون الميكانيزم هنا ميكانيزم معتمد بشكل اساسي على دوران الشفاط، اقل دوران بيشتغل معايا. ده يفيد معانا في ايه؟ لو في فتره التحضين لو حابين ان احنا نشغل الشفاط ده على انفرتر، تمام، فهيكون ملائم جدا ان احنا نشغله وهيفتح الشطر معايا على اقل حركه. تمام، ميكانيزم هنا زي ما حضراتكم شايفين كده بيكون متثبت على سرة المروحة، تمام، بيكون معايا هنا السرة دي او الطنبرة دي بتكون ألمونيوم، زيادة الحجم ما بينها وما بين الاخر بيكون بيزود معايا سرعة دوران الشفاط، فبالتالي يزيد معايا سرعة السحب. طبعا ده كده يكون ليه يدين في الجانب علشان تحميل. تمام، كده بدأنا ان احنا نشغل الشفاط. من اقل حركة بيبتدي الميكانيزم يفتح معايا الشطر الستة شطر خارجي. تمام، قوة سحب عالية جدا جدا جدا. شغل مستقر تماما، يعتبر الشفاط ما بيكونش ليه اي ضوضاء. الشفاط ده بيكون شبه البركولي الايطالي، نفس التصميم، مفيش اي اختلاف ما بينه وما بين البركولي الايطالي. كده قفل معانا. اي استفسار سيبوه في تعليقات، يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعيل زر الجرس وعمل لايك وشير، متابعتنا على الفيسبوك باسم عباد الرحمن مستلزمات المزارع. شفاط متر في متر اتحاد اوروبي دفع مركزي. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.